ومعتقل الخيام الذي حول العدو الإسرائيلي محوه من ذاكرة الوطن خلال حرب تموز، غير أن معاناة المعتقلين ونشوة الانتصار ستبقى راسخة في أذهان من أقام فيه قصرا وفي ذاكرة جيل فترة الاحتلال وما بعد التحرير. هنا وقبل 21 عاما كان المحتل الإسرائيلي يمارس أقصى أساليب الوحشية والتعذيب على من كانت جريمتهم مقاومة المحتل لأرضهم أو رفضهم الدخول في جيش عملائه. أولا دكتور عبيلي، الذكريات الأليمة اللي كنا فيها واللي عينينا فيها، وإذا أكبر شهيد هو إذا العمود أول ما وصلنا 17 يوم معلقين على العمود بالظلط مع العذاب والقتل والخبيط والكذا. ولما كانوا يجوا نهار سبت الخاص كان يوم مثل يرجل المصارعة الحرة، يدوروا تلفزيون برا ويتبقوا فينا شو العمليات الحركات المصارعة، والله لا ما يتركونا إلا حتى الدم يسيل. كان عنا عبارة الداخل المفقود والخارج مولود، لأنه ما عنا أناعة 1% إنه حيطلع طيب من هون، لأنه أنت قاعد مع عدوك واللي أبشع من عدوك العملاء تبع عدوك. جابوني لهوني أول شيء نلق على العمود 17 يوم معلقين على العمود، بالنهاية عدنا يجيبونا على هذا الأوش اللي هون بتقال، قعدنا شي سنة ونص سنتين معاناة قد ما بدك، حمام ما فيه بالشهر يحمموك ممكن مرة بمي مسقعة، ومرة كانوا دينا في تلج شفنا تلج على الشبابيك من فوق، قاموا بشو خضر عبيلهم يحممونا بمي مسقعة، وسجل معنا واحد من طلوصة 64 سنة عمره ما هو القلب، وعيطني لهم كذا مرة ما كان هذا كذاب، وأمو مستشهد ومعاني قد ما بدك، زيارات ممنوعة، أكل من الأهالي ممنوع، دخان كمان ممنوع، وكل جمعة تفتيش للغرف وإهانات ومسبات وما عرض ما خلوه، وشو يعني أنت قاعد مع عدوك شو تنظر منه، عملك معاملة حسنة، واللي أبشع من هاي يجيبوا لك عميل كرمال سيجارة أو شيء يفوتوا بن هيك شو بتحكي لحد يروح يوصل، وهونك المعاناة الأكبر، يعني بتكون ميك اللي فيه نصيب قتل ومش قار عن شيء، أغلب الشباب يعلقوا بالعملية هذه تحت عميل زنزيل. معاناة خليل هي غيض من فيض من كان يتفنن المحتل وعملاؤه في تعذيب المعتقلين، فكيف يمكن أن يتخيل عقل إنسان أن يعيش لأشهر وأحياناً لسنوات في حبس انفرادي لا يتجاوز المتر المربع، وكيف يمكن لمحتل وعميل أن يتخيل أن ظلمه وتعذيبه باقيان إلى الأبد، فيكفي ذله واندحاره صبيحة 23 من شهر أيار عام 2000 وهو يلملم أذيال الخيبة والذل والخزي. كان ظلم كتير، نحن عشنا هان من 84 لهلا الحمد لله، الخيام ما حدا أزينا إلا معتقل الخيام يوم حبسونا للعدو هو اللي أزينا، وكان رأسنا مرفوع وظلينا مرفوعين الحمد لله رب العالمين لا تحررنا. أنا طلعت قبل التحرير بفترة صغيرة، بس الحمد لله أنه تحررنا عدنا وعدنا ببيوتنا. أبشع لحظة كان عمر ابني 3 أشهر، طلبت منه الصورة قال لي أنت لو بدك ولد منكش بحبس الخيام، هي اللحظة اللي أذتني كتير. صدق كانوا بعدهم بشريق اليهود وعم يفجروا المركز تبعهم، والعالم ركضت لهان لتشيل الأسرة،
وكان شيء منظر رهيب يعني، يعني شيء ما بتتصور يعني، يعني كأنه هلا قدامنا طلعنا على المعتقل والبوابات عم تتكسر والشباب عم تتكهل لله اكبر، يعني شيء مش معقول يعني. بعدنا بنتذكر هاي اللحظه، بس لحظه الاصل مش رح ننساها لانه ذليني هون واندحروا الحمد لله ونحن بعدنا صامتين. قدر لبلدة الخيام أن تخط في سجل البطولات بمحطتين، فهي البلدة التي شهدت مع أخواتها مجزرة في أول اجتياح للعدو الإسرائيلي عام 78، وفي أن تتحول إلى قبلة للشرفاء والأحرار في معتقل أراده العدو رمزا لبطولاته المزعومة ليتحول إلى عنوان للمقاومة والتحرير. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم. سيبقى هذا الصرح التاريخي شاهدا على قصة من قصص البطولة، قصة رواها الأسرى بالصبر والإيمان والمقاومة من خلف هذه القضبان، ليتحدث التاريخ عن نصر تحقق وعن شعب رفض الاستسلام والخضوع وقاوم حتى تحرر. من معتقل الخيام في جنوب لبنان، محمد فرحات NBN.